المبادرة الطيبة التي تقدموا فيها لردع الصدع ولتوحيد الصف صف الجهاد في سبيل الله. وإن دل هذا يدل على إن شاء الله يعني كنا نزكيه مع الله إخلاص وغيرة وهم يحملونه هم هذه الأمة. إخواني أنا يعني ما محضر شيء كلام، لكن هيك أفكار وردت لذهني، كتبت هيك رؤوس أقلام. فلا شك أن الوحدة هذا مطلب شرعي، وأول شيء خير ذكرت الآية القرآنية: ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المتدبر للأحكام الشرعية يجد أن الله سبحانه وتعالى يعلم من البشر نفوسهم، فكل عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى وعلم أن البشر يقصرون فيها ويقعون فيها ببعض الملاحظات نبه عليه الشرع. مثال ذلك لما كان موضوع الحج، فيكثر في الحج الجدل، قال الله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كذلك في الصيام يكثر الإنسان إذا كان صائم يعني يغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم يحلكم فلا يرفث ولا يسرق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم مرتين. في الجهاد يكثر التفرق، في الجهاد يكثر التفرق، فحذر الله سبحانه وتعالى الأمة أن تقع في هذا التفرق، وذكرنا الآيات القرآنية التي تدل على هذا الأمر. طلع عروني أو التصور. نعم، هذا هو الجدول الذي أرسلناه لكل الفصائل ولبعض الفعاليات المدنية، وهددناهم أنه بدنا تعبونا الجدول خلال ما نقرأ 40 ساعة، وإلا نعتبر أنه أنتم ما عندكم أشخاص، يعني لا عندكم